السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في قناة بروف عبدو، وكنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. كما شفتوا معايا في الفيديوهات ديال البارح، شفنا بأن التنسيق الوطني قال بأن الإضراب غادي تكون فيه يومين، الخميس والجمعة، والتنسيقية الموحدة والثانوي التأهيلي وديال مفروض عليهم التعاقد قالوا 4 أيام، وقلنا بلي غادي يكون واحد شوية ديال التشتت والتفريقة. ولكن الإخوان في آخر دقيقة التنسيق الوطني قطاع التعليم خرج البلاغ ديالو غير دابا، وتيقول لك بانه غادي يكون تمديد ديال الاضراب الوطني ليشمل 4 ايام، اللي غادي يكون الثلاث والاربع والخميس والجمعه الموافق ل 19 20 21 22 جانفي. يعني تقرر تمديد الاضراب من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ما بقاتش يومين للاضراب. وحاليا جميع التنسيقيات وكل التنسيقيات المناضله اللي كتعلن على الاضراب قالت 4 ايام. التنسيقية الموحدة المفروض عليهم التعاقد، التنسيقية الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، زنزانة 10 مقسم خارج السلم إلى آخره. كل التنسيقيات اتفقت الآن على 4 أيام ديال الإضراب الوطني. علاش هاد الشيء هذا؟ التنسيق الوطني تيقول من بعد ما حبسات الوزارة الحوار مع التنسيقيات وحتى مع هاد ليفين اللي هي الجامعة الوطنية للتعليم، هاد الشيء علاش التنسيق الوطني قرر تمديد ديال الاضراب. وبالتالي تم الاتفاق على 4 ايام ديال الاضراب من طرف جميع التنسيقيات، وبالتالي نسبه الاضراب غتكون بحال الاسابيع اللي فاتوا، ما غيكونش شي يومين شي 3 ايام، دابا كلشي 4 ايام. الاخوان هذا هو القرار الاخير الاخوان الجديد اللي كاين دابا. بارطاجيو هذا الفيديو هذا، ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، ونتمنوا خير ان شاء الله. وبالنسبه للتلاميذ كنوصيكم غدا انكم تلتحقوا بالمؤسسات ديالكم وتاكدوا تشوفوا الاساتذه تاعكم واش باقيين كيديروا الاضراب او لا حبسوا، لان كاين واحد النسبه قليله حبسات الاضراب ولكن باقا نسبه الاضراب كبيره بزاف. الاخوان هادشي اللي كاين، ما تنساوش انكم تتابعونا على الانستغرام والتيك توك وكذلك الفيسبوك بروف عبدو، كاع الحسابات فيها 100 ألف متابع. هادشي اللي كان، تلقاو فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.